اتجاه من ماكرون لزيادة الانتقادات الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي فيما يقوم به في غزة، أليس كذلك؟ على ما يبدو هكذا عامر. في الحقيقة كما تعلم موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي كان قد تحدث وأدان عن تلك العملية ووقف إلى جانب إسرائيل وتبنى الرواية الإسرائيلية وقال بأنه يجب أن يكون هنالك تشكيل تحالف دولي على غرار التشكيل الذي شكل للقضاء على داعش. هذا التشكيل مهمته هو القضاء على حماس في تلك المنطقة، لكن بعد ضغوط سياسية تعرض إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سواء من أحزاب المعارضة على رأسها اليسار الراديكالي حزب فرنسا الأبية وتحالف اليسار، وأيضا مجموعة من السفراء الفرنسيين الذين وقعوا مذكرة سرية دفعته إلى تغيير هذه التصريحات. اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات يتحدث عن شكل من أشكال الوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة إدخال المساعدات. هذا أيضا حذر اليوم في هذه المقابلة الصحفية التي كانت على إحدى القنوات الفرنسية مع مجموعة من الصحفيين بأنه يجب أو حذر إسرائيل من أنه يجب أن لا يكون هنالك تدمير لكل شيء في غزة على حساب قضائها على حماس أو معركتها ضد حماس، ويجب أن لا يكون هنالك استهداف للمدنيين وأيضا البنى التحتية وعلى رأسها أيضا المستشفيات والأطفال والنساء. أيضا ندد بتصرفات أو المناوشات التي يتعرض لها جنوب لبنان من قبل سواء من استهداف من قبل حزب الله للأراضي الإسرائيلية وأيضا الرد الإسرائيلي في تلك المنطقة، على اعتبار بأن الرئيس الفرنسي كان قد أرسل وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قبل يومين من الآن إلى تلك المنطقة لإيصال مخاوف فرنسا وإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأنه يجب أن يكون هنالك تجنب لهذا الصراع وأن لا يدخل لبنان في هذه المعركة. في حال انتقلت هذه المعركة إلى الأراضي اللبنانية فمن الممكن أن تمتد إلى دول أخرى وتكون هنالك حرب كما اسماها إقليمية، لكن أيضا شدد على أنه يجب أن يكون هنالك مكافحة للإرهاب في المنطقة وبالتحديد في الشرق الأوسط. وعلى ما يبدو بأنه أشار هنا إلى الهجمات التي تتعرض لها السفن في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثيين وأن فرنسا دخلت ضمن التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الاستخبارات وحماية السفن في تلك المنطقة مع انتشار لعدد من السفن الفرنسية في تلك المنطقة وبالتحديد في منطقة جيبوتي والمناطق المحيطة هناك حماية هذه السفن وأيضا المصالح الفرنسية في تلك المنطقة. لكن الأكيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات يغير من موقفه رويدا رويدا على اعتبار بأن هنالك ضغوط تمارس عليه سواء في الداخل الفرنسي من قبل أحزاب المعارضة وأيضا من الدبلوماسيين الفرنسيين المنتشرين في مناطق الشرق الأوسط وأيضا المغرب العربي الذين حذروا الرئيس ماكرون في المذكرة التي سربت في وقت سابق بأن فرنسا ستخسر صورتها الإنسانية وأيضا الديمقراطية في تلك المناطق، ومن هذا الأمر من الممكن أن يشكل أيضا تهديدا لفرنسا بفقدان مصداقيتها وأيضا مصالحها في هذه الأماكن. لذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات اليوم يغير من اللهجة السياسية ومن الخطاب السياسي الذي كان يتبناه منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى حتى اليوم بات يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات. وأيضا كما تعلم بأن هنالك زيارة مرتقبة له في 25 من الشهر الجاري لقضاء عطلة عيد الميلاد مع مجموعة من الجنود في القاعدة الفرنسية في الأردن، ولربما سيكون هنالك حديث له حول الآليات التي سيتم في تنفيذها على اعتبار بأن فرنسا كما تعلم قد استضافت في 9 نوفمبر مؤتمرا خاصا بغزة للدعم الإنساني. ولكن ماذا عن انعكاس كل ذلك على الدين على العلاقات مع تل أبيب؟ في الحقيقة قبل الحديث عن العلاقات مع تل أبيب هنا في الداخل الفرنسي كما تعلم هنالك أيضا من يؤيدون الرواية الإسرائيلية. في الداخل الفرنسي هنالك نوع من الانقسام السياسي، هنالك نوع من الزوبعة السياسية دائما التي تحدث داخل البرلمان الفرنسي على اعتبار بأن هنالك من أحزاب اليمين الوسطي الجمهوري التقليدي الحزب اليمين التقليدي وأيضا اليمين المتطرف كانوا قد أيدوا الرواية الإسرائيلية ونددوا بعملية حماس، لكن اليسار
اليسار وتحالف اليسار كان رفض التنديد بما قامت به حماس وطالب بوقف إطلاق النار. هذا الانقسام الداخلي طبعا على ما يبدو بأنه انعكس على السياسة الخارجية. هنالك تصريحات دائما تخرج من المسؤولين الفرنسيين على رأسهم وزيرة الخارجية بالإضافة أيضا إلى رئيسة الحكومة إليزابيث بورن وأيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطالب بوقف إطلاق النار وأن يكون هنالك هدنة إنسانية ووقف دائم وإدخال المساعدات، وهذا ما ترفضه تل أبيب. على ما يبدو بأن اليوم العلاقات يمكن القول بأنها ليست جيدة أو ليست كما تريدها تل أبيب مع فرنسا، لكن على ما يبدو بأن الضغوط التي تمارس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سواء على الداخل وكما ذكرنا في الخارج جعلته يغير من هذه النبرة وهذه النظرة، وأكد بأنه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع هو وقف فوري لإطلاق النار وبالإضافة أيضا إلى حل الدولتين والتجديد على هذا المبدأ. على مبدأ حل الدولتين هو الوحيد لتحقيق السلام في تلك المنطقة. أشكرك جزيل الشكر علاء الدين صلال في باريس.